حاتم في تونس. حاتم 1200 مواطن تونسي تم استجوابهم في علاقة بالدراسة هذه، يأكد أنه نقص فرص العمل عن بعد صار يعيق وصول المرأة. 25% من المستجوبين يقول لك نقص فرص العمل عن بعد صار يعيق وصول المرأة إلى العمل. زيد على هذا 18% من المستجوبين يروا أنه نقص خدمات رعاية الأطفال صار يمثل عائقا أمامهن للوصول إلى الوظائف. معنا فما نسبة من النساء تحب تخدم في الدار، تحب تخدم أديسونس، وهذا مش متوفر برشا في تونس. و18% يروا أنه خدمات رعاية الأطفال اللي ماهيش ولا بد اليوم في تونس تخلي المرأة ما تنجمش تكون متهنية وهي ماشية للخدمة، وعليه تقولك نشد الدار وما نمشيش للوظيفة. داير حكينا على الاكزامبل بتاع ناصر كنار اللي قال بنتي خلات خدمتها باش نجم تتلهب بولادها. هذا لازم ياخذوه بعين الاعتبار، لانه يهمنا انه المرأة التونسية بعد ما تكمل قرايتها وخاصة انها متفوقة على الرجل، وهذا تثبت نتائج البكالوريا ونتائج التخرج الجامعي وكل، انها تخلت للخدمة. اذا كان هذا معوايق فلا بد من تحسينهم. حاتم وبرشا يا رفيق، فما برشا نساء تقول لك انا بعد ما قريت وكل شيء كان باش نعرس حياتي باش تتبدل، معناها ما جو ريسك باش الخدمة متاعي معناها ما نخدمش، سورتو فما توا معناها الأولوية بيان سور للصغار، وبرشا ناس راهم يضحيوا. تعرف شو معناها تقعد في الدار موان الدخل أقل وكل شيء، تقول لكم موان منع ولدي 4 سنين 5 سنين ما نطيشوش في كريش وكل شيء، وهذا يراه معناها القوة ونضحي بالدخل أقل. ايه أما ميسير شو كان يخدم الربي ولدي. عندك نص، تصور 2024 نص المجتمع بتاعنا اللي هم نساء واللي هم كما قلت أنت متفوقات يقراوا كاريرهم معناها حتى أنا تعرف مشيت الرينيون الأخرانية فيها معناها عندي خدمة مع وزارة مع وزارة من الوزارات يا رفيق، لكادر الكل في الرينيون وحيد راجل، كلها نساء مديرات قدامي وحدك وحدي راجل، معناها مديرة كبيرة مديرة 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 مديرات معناها في متاع برشا يمثلوا لجنة عدات رينيون سالي سمالة وتعرف نحس تحس وميمة في وسط تولي فهمتك اللي تبدأ حاشم تتكلم هكا وتحاول ما تجرح حتى حاجة معوجة باش تقول لي ليه مادام راه ما يجيش هكاك. عايشوختي كانت راه عايشوختي كانت راه شمينة انا يظهر لي بالطريقة هذيك. أنا والله نقول لك حاجة، حس بهكا منشوف في أصحابي ونساء وكلنا في عائلتنا أخواتنا، المرأة الحقيقة متعذبة متعذبة برشا نفسيا والله العظيم، تلقاها متعذبة يا ويلها من ولدها اللي كي تخرج تمشي تخدم تحس ضميرها يأنب فيها وتحس روحها الكلبابيليز وتقول أنا معناها كي باش نخلي ولدي معناها مقصرة في حقه، تلقاها معناها لحمة صغيرة معناها ما تلقاش الله غالب وين تحطه، وإلي أوبليجي باش تخرج تمشي تخدم تلقى روحها تحطه في جارد ولا عند امرأة ولا تبدأ قلبها مقطع بين ولدها وبين خدمتها، ويا ويلها زادة تضحي وتمشي تقول أي مش لازم أنا نخدم نشد ولدي نستثمر فيه، راك باش تطلع زادة صغير إكيليبغي، لازم المرأة تكون إكيليبغي، لازم هي تكون مرتاحة تكون متفرهدة تحقق في طموحاتها باش تطلع وليد معناها تكون يكون كامل متكامل ومتوازن نفسيا. دونك أنت كمرأة تخرج من خدمتها وتضحي وتشد الدار مستحيل هي باش تكون إكيليبغي، باش تحس روحها متقلقة باش تحس روحها خوستخي باش تحس روحها مش قادرة، ما كانش خيار من الأولى أوبليغاسيون معناها. دونك الحقيقة لازم حل معناها، لازم نلقاو كيفاش تعامل يكون يرضي الأمهات يخليهم تنجم توفق بين حياتها العملية وبين أنها تكون أم. وطرحناها في التلفزة الموضوع هذا وقلنا علاش ما نحاولوش نلقاو حل، أنه تولي فما الإمكانية أنه العباد تخدم ميتو أم تحب تحقق ذاتها وتحب تخدم مثلا تخدم شطر نهار وتتلهي بالغارها وتضحي كي تبدا مثلا ماهيش كيلي دون لو بوزوان كي نحكيو على الفلوس، معناها هذه الإمكانية نحطوها على الطاولة تقعد حرية. حتى البو كي يحب يخدم ميتون ويتلهي هو بولاده يخدم ميتون يضحي بشطر الشهرية وهوكا الناس تتلهي بولادها يحقوا ذاتهم يخدموا، وحتى لو نبصروا بشوية عدد البطالة خاطر كي باش يخرجوا لك زوز يعملوا تيب دو كونترا هذا نجموا ندخلوا بهم بطال غدوة يخدم كو سوسوا في البريفي كو سوسوا في الاتاتيك. نفس الدراسة تأكد أنه 54% من المستجوبين يراوا أنه توظيف الرجال على حساب النساء وقت اللي عندما تكون فرص العمل نادرة هو واجب، معناها يسمك تسبق الراجل على المرأة. الغريب شوية أنه 49 بالنساء من اللي تمت من اللي تم استجوابهم يعتقدوا زيادة أنه يجب تفضيل الرجال على النساء في التوظيف في الظروف هذه، معناها كي تبدأ الخدمة نادرة كي تبدأ فما مشكلة سبق الراجل أكبر
49 من النساء اللي استجوبوهم يقول لك سبق الرجل قبل. مش المرأة تقعد في الدار. سيتادير. المرأة تحب الدار. والله معناتها هذه عقلية رفيق تونسية، ما نكذبوش على بعضنا، حتى نساء في عائلتنا ولا حاجة ديما تسبق الرجل، تسبق خوها، تسبق عمها، تسبق خالها. ونحب أن نخرج فيك بيست رفيق، أنت تحكي على مشكلة النساء اللي ما تلقاش من تخلي صغارها. فما مشكلة زادة عويسة في تونس، فما نساء مساكن أولادها تلقاها أونديكابي، والبو لازم يخدم والام لازم تخدم. راهو ما عندناش دي سنتر كيما نقولوا نحن روضه البلديه ولا مكتب عمومي، ما عندهمش وين يحطوا صغارهم. راهو حتى تلقى عنده اعاقه ذهنيه رفيق، راهو مساكن يعانيو. خاطر تحب ولا تكره لي سنتر هذوما غاليين برشا في تونس، ان شاء الله يعملوا دي سنتر على قد امكانيات الناس هذيا اللي تخدم الشهر ولا تلقاه عامل يومي. راهو مشكله كبيره، راهو برشا اولاد متخلفين ذهنيا قاعدين يذيعوا، وللاسف الام لا تنجم تشوف. اعاقه ذهنيه. اعاقه ذهنيه. سامحني رفيق انا كان زلقت ولا حاجه. اعاقه ذهنيه تلقاه لا ينجم يخليه لا عند اخوه لا ابوه لا شيء، خاطر لازمهم لهوة سبيسيال. حتى بتفهم العقليه تنجيك حاجه، انه السي يقول لك سبق الراجل كي تبدا ظروف العمل صعيبه والفرص نادره. اغزر ديما نحن مازلنا في تونس، معناها المجتمع بتاعنا ديما يقعد رب العائله هو الرجل، معناها في حالات نادره، معناها والا معناها تعرف ما برشا ما يقبلوش اللي المراه تنجم تكون هي القائمه بالبيت. النساء راهو سورتو كي تولي ام المراه راهي ما فهم، ما نتصورش المراه معناها تبخل على ولدها، خاصه في العوام الاولى باش تربيه. معناها وراه التربيه السليمه ريت الثلاث سنين مهمين في حياه اللي باش يتعلم واللي ريفليكس نتاعو واحد وكل شيء. وريت علاش برشا نساء كيقراو برشا رفيق يضحيوا بالحياه العائليه والحياه الزوجيه. تقول لك جو بو با فير لي دو، انا كان نغيب عامين عام من خدمتي فما غيري اللي باش يخدم. لكن ما نفهمش الحق اللي المراه تسبق الراجل، خاطر معناها تو فما حتى في العقليه فما نوع من كل وحده تنجم تكون زاد في الناس اللي تم استجوابهم حاتم تخزل ليكزومبل، تقول لك انا كان فما خدمه انا ولا راجل جو بريفير راجل اللي يخدم. معناها زاد الراجل قاعد ومراه تخدم، معناها تصعب شويه حاتم. علاش تصعب رفيق؟ معناها خاطر شنو علاش تصعب؟ خاطر هكاك تربينا عليها من واحد الراجل قبل الرجال تخرج تصطاد، تو خدمه في بير وكيما تعب الراجل كيما تعب المراه. معناها انت شنو الفرق بينك انت وعفاف الغربي؟ معناها الزوز تتعبوا كيف كيف ولا انت تنجم تقاوم؟ وعليك خدت اكزامبل تاع عفاف سلموا عليها بلشوا. شو الفرق بينك وبين عفاف؟ معناها شو سيبوزي الجو؟ لا ما فهمتيش معناها في البينيبيليتي دو تراب على قانون باهي الوان الشعر يا سيدي. انا باقي باقي ضد الرجل باقي ضد الرجل الرجال المساوات. هو بالنسبة لي أنا معناتها الراجل، أنا خاطر تو شفنا احنا الوضعية اللي كنا نحكيو عليها، المرأة في وقت من الأوقات وقت اللي تولد تلقى روحها دون لوبليغاسيون، يا تمشي تخدم يا باش تقعد في الدار. يا الراجل باش يقعد يخدم، يقعد ديما يصرف على العائلة ويقعد هو ديما معناتها ينجم هو أوبليجي. تو احنا وقت اللي نحطوا الزوز تلقى الراجل بار أوبليغاسيون، ما كيلك سوا لي موان يلزم يلقى الإمكانيات، يلزم يلقى الفلوس باش يصرف على عائلته. على خاطر الناس حتى المجتمع نتاعنا يحاسب الراجل كي ما ينفقش على عائلته. مالوريزمون احنا قعدنا 50-50 في وقت من الأوقات، لكن الشوا هذايا راه ما عادش موجود. أول حاجة تو ينفق 78 سنة التو يقوم الراجل ديما راهو عنده مسؤولية خير من المرأة. كلمة قبل ما نخرج فاصل برنسي. الشركة اللي خدمت فيها واللي وفيت فيها كل شيء. كارير كاي. بربيت كي خرجت روتريت شنو التيتر نتاعك وقتها؟ ديريكتور مدير. مدير مبيعات زيوت بشركة شيل. ديريكتور ماركتينغ تاع لي فونت وماركتينغ. مبيعات زيوت برا شوف الشاهد اللي معلقين عندك. مبيعات فونت ريسبونسابل فونت. ديريكتور دي فونت شنو معناها؟ مش في تونس برك رد بالك اتونسيون راه. تبعتني مصر، تبعتني المغرب. ايزي. اي والله. تابعيني انا نحكي. انت لاهي بالفونت في مصر. اي وفي المغرب. اي نعم ونمشي علاش قلت لك ونمشي بعداش الهيد كوارترز نتاعنا وين؟ في الافريك دي سود. هذيك المعاليم الكبار. معلم ما حسيرو مش هذا. وكنت تحقق في اهدافك في مصر وفي والله العظيم والله يا رافي معناها تحط استراتيجيه نتاع بيعان. نعم معناتها كرياسيون دي بوكس دو لافاج في هالبلدان هذوما ما كانتش فما راه بوكس دو لافاج. ربي سبحانه وتعالى واللي يخلق ربي الهمني باش انا عملت لي بوكس دو لافاج اللي هما منتشرين لهنا دي بوك الله يرحمه. كي كان باش يغسل الكهرباء ياخذ رونديفو قبل 3-4 ايام كراس اموا ولا يغسل الكهرباء يدخل طول بوكس دو لافاج. ارجع لي الموضوع برنسي. انا قدمت الترشح اسمع بالبلغه نحكيو على البوكس وقبلوني.
لكن بعد ثلاث ايام قبلوا مليكه زاده. قالوا لها يا مدام راسك تبارك الله مقبول وانت زاده مقبوله. اما من نجموه خاطر الشركه اللي خدمت فيها ما يقبلوش. قالوا قلت لهم ليه راجلي قبل. علاش قالت راجل؟ راجلي قبل يعني تقول لك هو الراجل هو الخدمه. مع العلم اني مليكه راه مش مكتعرف ثقافه وانجلترا معايا كانت الدنيا حاجه اخرى. لكن بعداش ولات زادت هي مديره. لو ريت ليكزومبل هذا اللي عطاه سي لوبون اكزومبل. تصور انت ومرتك تعديوا اونترتيان في نفس الشركه ولا الباك. فما برشا الشركات يقول لك ما خدمش راجل ومرته ولا خوه واخته ولا كذا وتتقبلوا الزوز. يا فو دو فير لو شوا شكون فيكم يتقبل؟ هي سبقها هي بالحق وتشد انت الدار. طيب اش خاص انا كان نلقى شكون يدخل لي وتصرف هذا مش يعمل النص بتاع الزواج خذوني تربحوني مش عادي يا مان. لو بلو كاليفي انا نختار كان هي كاليفي اكثر من هي تمشي. انت هو نورمالمون هكاك بالكافيه. ما انت خاطرك تدافع على المراه ولا مراه وتسال المراه الراجل راجل لازمو يخدم معناها راجل المرأة ليه بالحق. ولا انت شوف توا اعمل شوف على اللايف ولا شوف نسى سالهم المرأة من حقها انها تخدم ونورمالمون تكون بالكفاءه. شكون اللي عنده كفاءه خير هو اللي يختاروه. اللي يختاروه اما كي نحطوا له النقطه هذيك اما كي نوصلوا احنا لامباس انا مثلا انا ولا راجلي باش تسالني باش تقول لي راجلك يخدم ولا انت انا ما نقبلش انه راجلي يشد الدد نحب راجلي يخدم معناها. تلقى راجل ساعات ينجم يمر بظروف صعيبه غيره كذا ديما ناخذ بعين الاعتبار الناس تسمع فينا تو نجم يكون راجل ما يخدمش وكذا. اما باش يولي ان شوا معناها المراه تخدم والراجل متكي في سودلي قاعد وكل مرته تدخل 6 نتاع العشيه وعزيزتي طيبت العشيه تغزل كي تقوم صباح تلقى ريق صحيح يا رفايق محلاني هي داخله من الخدمه وانا قاعد نقد في المعون ونحضر في الواحد معقولك انت ما شاء الله نعود بعد الفاصل.